بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر جمعيات النفع العام والناشطين السياسيين على هذه الوقفة وعلى فزعتكم للتضامن مع الدستور اللي بقلوبنا وقلوب الناس من إحباط، مو بس من العبث من اللي قاعد يجري في الحكومة والبرلمان، ولكن هناك حالة من القهر والغضب على ما يجري ككل. وإن احنا كل ما ننتخب ناس زينين ونقول إن أوضاعنا إن شاء الله بتتحسن نرجع ورا. نبدي بتشخيص الحالة. كان في جروب يدير البلد لأكثر من 10 سنوات، واليوم اللي قاعد يدير المشهد ما يملك هذا الجروب، قاعد يديره لوحده. إذن وين راح الجروب؟ هذا الجروب باختصار يا أن انتهت صلاحيته أو أنه أحاله للتقاعد. شنو الخلل الحقيقي؟ باعتقادي أن الخلل لما تكون قاعد في بلد تنطر شهر كامل عشان تختار رئيس وزراء، وتختار نفس رئيس الوزراء، وبعدها شهر ثاني عشان تختار حكومة وتجي نفس الحكومة، هذا معناته أحد أمرين: يا أن أنت عندك إفلاس إداري، أو أنت ما قاعد تحترم الدستور. في كلمة بدينا نسمعها مؤخرا وهذه قاعد تنتشر وللأسف بشكل كبير: أحمد خوش ريال طيب نظيف اليد ولكن ما لخلق. لا، لازم يكون لخلق. ليش لازم يكون لخلق؟ لأن البلد تحتاج إلى أن واحد يكون لخلق. ليش بعد لازم يكون لخلق؟ لأن لازم يكون هو المسؤول عن أنه يحط ربعه في الوزارة، مو يحط ربع غيره وبعدين يستقيل. لأن إن ما حطيت ربعك تجلس، راح يصير نفس مجلس الوزراء اللي موجود الحين، مجلس وزراء مثل حق الألغام، واحد يفتن على الثاني، واحد يسرب ورق على الثاني، واحد يحاول يفتن على الثاني، وصايرين كأنهم شرايك. هذا مجلس الوزراء الحالي. إذا مو قادر تضبطهم وإذا مو قادر تختار، خلي اللي بيجيب ربعه يختار ويواجه الناس. هذا أصل العمل الحكومي وهو المواجهة. يا سمو الرئيس، أنت جيت بمد شعبي منقطع النظير أو غير مسبوق في آخر 10 سنوات، والناس كلها تأملت أن هذه حكومة إنقاذ أو هكذا كانوا يروجون، لكن مع الأسف من هذا التصرف خلال آخر 4 شهور من ندب ونقل وتحويلات وغيرها نشوف أن هذه حكومة منفى مو حكومة إنقاذ. كأن كل وزير يأخذ ما اتخذ 3-4 شهور مو واثق أنه راح يقعد في هذا المكان، وهذه بعيدة كل البعد عن أن تكون حكومة إنقاذ. يا سمو الرئيس، لازم تواجه، وهذه هي الرسالة الأولى، لازم تواجه. ليش؟ لأن في سنن كونية تجري علينا جميعا أن لازم حكومة في أي مكان في العالم تواجه مشاكل وعقبات، وعشان تنتقل للخطوة الأخرى لازم تواجه هذه المشاكل والعقبات. أنا أوجه رسالتي الآن إلى النواب، إلى الوزراء المنتخبين اللي طلعوا من رحم الشعب، أدعوهم أن يبيعون الكرسي ويشترون ود الناس، يبيعون الكرسي ويشترون التاريخ، يبيعون الكرسي ويشترون كرسي بقلوب الناس، ويذكرون اللي سواه المسعود لما كسر التضامن الحكومي. هذا اللي احنا نبيه من وزراء يطلعون من رحم الأمة. احنا توا مرت علينا ذكرى الغزو، عسى الله لا يعودها. أسألكم بالله، كل دولة عاشت اللي احنا عشناه من ظلم وقهر واجتياح تحسن حالها بعد ما عودت الشرعية فيها وبعد ما عادت الأمور الإدارية فيها إلا احنا؟ ما بيأدخل في تجارب اليابان وألمانيا وكوريا وغيرها، ولكن أيضا الدول الأخرى. في سنة 62 كان في شراكة بين الشعب والأسرة، وهذه الشراكة اللي احنا نعرفها اسمها الدستور. وبنفس الوقت كان في شراكة أخرى مخفية بين شيوخ فاسدين وتجار فاسدين، وأول من حاربه كان المغفور لرحمة الله عليه عبد الله السالم. هذه الشراكة مع الأسف إلى اليوم موجودة، وشفناها بشكل جلي بالغزو. بشوت انحاشت،
كانوا ناس طارحين نفسهم انهم مهيئين لقيادة البلد لبسوا البشت وتحزموا فيه وركبوا السيارة وسافروا وطلعوا. انا افهم ان القيادة السياسية تمشي لان واجبها المحافظة على الشرعية، لكن ما افهم ان ناس طارحة نفسها ان ممكن تدير البلد تسوي كذي. ترى المشيخة ما تجيب بلاش، لكن بمقابل هذا من 62 إلى اليوم كان في تحالف محمود وبذرة طيبة. أقدر أقول إن هذا شراكة بين شيوخ وتجار أبطال. شلون أبطال؟ لأن بالغزو كانوا بالصف الأول يقاتلون وكانوا بالصفوف الأمامية، وأصلاً كانوا يقاومون يميع. تدرون منه؟ يوسف المشاري، عذبي الفهد، محمد الفجي وغيره من هذه الناس، كلهم كانوا يقاتلون. خالد المرزوق دفع 100 مليون دينار بذيك الحزة، والوزان بطلوا ملفاتهم وبطلوا مخازنهم كلها للكويتيين. وسعود الناصر لا يمكن أن نتجاوز أحد أبطال التحرير، رحمة الله على من توفى فيهم. يا أخوان، أنا نائب رئيس الجمعية الاقتصادية وأتشرف بهذا المسمى، وأقولها أن في كل وقت يكون هناك التفاف على الدستور ويكون في تغييب وتعطيل للدستور، يصير في انتهاك للمال العام ويصير في شبهات للمال العام، وآخرها ما حصل من مشاهد غريبة شفناها قبل الجمعية العمومية لبيت التمويل. الرقابة الحقيقية للدولة، وأعني فيها الرقابة الحقيقية على أموال البلد في الشركات اللي الدولة تكون مستثمرة فيها، هذا واجب ما هو ترف، وهذا واجب على الدولة أن تكون لها عين ويد في رقابة حقيقية داخل هذه الشركات، ويجب أن يكون التمثيل ينعكس على النسبة الحقيقية. الموضوع مو بس بالتمويل، كل الشركات اللي موجودة. لذلك هذا يجب أن يكون على رأس الأولويات لوزير المالية القادم ولوزير العدل القادم. ليش؟ ليش هالاثنين بالذات؟ لأن هذيل الاثنين هم المسؤولين عن إدارة المال العام وإدارة أموال الأيتام والأوقاف والمتقاعدين وغيرها. لكن مع الأسف لما جت الحكومة تكحلها عمتها، وهذا يعني واقع الحكومة في كثير من الأمور. شلون؟ سوت لجنة تحقيق عشان موضوع الاندماج، مع أن في عرف الشركات أن الجمعية العمومية لأي شركة هي سيدة قراراتها، ومتى ما المساهمين وافقوا على شيء إذن هذا هو القرار الأعلى، والحكومة كانت مشاركة في قرار الدمج أصلا. ولما تسوي لجنة تحقيق في هذا الأمر كأنها هي إدانة لنفسها، والموافقة كانت من 2020 وردت مرة ثانية. ليش أنا باعتقادي أن هذه اللجنة ممكن أن تفتقر لبعض الأشياء وأهمها الحيادية؟ لأن باعتقادي ومع احترامي لجميع الشخوص اللي موجودين في هذه اللجنة، لما يكون هناك أعضاء لهم رأي مسبق بالاندماج تفتقد أحد أهم الركائز الأساسية لأي لجنة تحقيق، وهي الحيادية. لو أنا طلب مني أن أنا أكون موجود لأنا رفضت ونأيت بنفسي، لأن أنا صاحب رأي في هذا الموضوع وأن أنا ضده من البداية. فلذلك باعتقادي أن هذا الموضوع، وخلونا نرجع إلى 2020 وفي وقت مشابه لانتهاك الدستور اللي قاعد نعيشه اليوم، 16 وزير بمكاتبهم بأدواتهم بكل الموظفين اللي عندهم ما قدروا يكشفون قضية فساد، مغردين في تويتر وأكاونتات كشفت أكثر من 3 إلى 4 وتوصل إلى 5 قضايا فساد بدون الأدوات اللي موجودة، وتم إدانة بعضهم. عدوهم معي: صندوق الجيش الماليزي، النائب البنغالي، قضية ضيافة الداخلية، وأمن الدولة اللي هي دونت ووري. لا نلوم الناس إذا ما عندها ثقة في الحكومة، لا نلوم الناس إذا ما يشوفون المحاسبة الفعلية من الحكومة. شنو أهم مكونات البلد؟ دفاع، داخلية، وعدل. هذيل الثلاثة هم أهم مكونات البلد. لما يكون هؤلاء الثلاثة هم ضحية أكبر عمليات فساد وسرقات خلال آخر 10 سنوات،
شلون تبي الناس تثق؟ تين الحكومة تقول والله سامحونا بنفتح صفحة جديدة، ويعني أنتم مواطنين وكلنا بإيد واحدة من غير محاسبة فاعلة، هذا الكلام لا يمكن يتم. وكل شيء آخر راح نفهمه إنه والله كأن تقولون عفى الله عما سلف. أكو بلد عندها 12 هيئة لمكافحة الفساد سابقة ولاحقة وفيها هذا الكم من الفساد، المفروض مسار الفساد عكسي، كل ما تكون فيها هيئات أكثر كل ما الفساد يقل، لكن اللي حاصل عندنا العكس. لما يصوت من الحكومة لأعضاء فاسدين في لجنة حماية الأموال العامة، هني نعرف أن الوضع لا يمكن أن أثق في السلوك الحكومي. ختاما على أساس ما أطيل، رسالتي الأخيرة لنواب الأمة اللي لا أستطيع أن أستثنيهم من هذا العتب، ما هكذا تدار البلد، ولا تخذلون الناس في المتبقي من عمر المجلس. إذا الله كتب لنا عمر ما ندري هل راح يكمل ولا لا. المواقف المبدئية يا نواب الأمة ما هي مواقف موسمية تتغير كل 6 شهور، المبدأ لا يتجزأ، والمواقف المبدئية هي البوصلة، وبوصلتنا دستور 62. الدستور ما يانا بالمساحل، ولا يانا احنا ننوخ راسنا، يانا بدم، والمحافظة عليه واجب، ولازم يكون هذا أولى الأولويات عندنا. 56 يوم اليوم مرت على الالتفاف على الدستور، وستة وخمسين يوم مرت اكتفوا فيها النواب الأفاضل بمجموعة من البيانات من غير حتى ذكر القضايا الأساسية اللي عندنا: الإصلاح السياسي، المفوضية العليا للانتخابات، تغيير النظام الانتخابي، وتعديل اللائحة الداخلية، كلها مواضيع مستحقة. ولكن مع هذه العادة الجديدة التي تقوم فيها هذه الحكومة من 2008 بمقاطعة الجلسات، إذا كلش ما يبون يمرون شيء، من باب أولى أن موضوع تغيير اللائحة الداخلية، موضوع المادة 74 في إيضاح أنه وجود الحكومة في الجلسة من عدمها لا يبطل الجلسة، هذا هو الأساس. ليش؟ لأن الحكومة أخذتها مثل مسمار جحا، وبالكويتي على قولتهم هذه هي العلثة اللي عندهم. بعد كلامي هذا أنا أتعهد وأضع إيدي بإيد إخواني كلهم من الناشطين السياسيين ومن جمعيات النفع العام أن يكون هذا هو أساس العمل، وأول شيء يضع على جلسة أعمال المجلس في القادم من الأيام بتغيير هذه المادة، لأن هذا الأساس اللي قاعد يعطل كل المواضيع الإصلاحية. ذيك الحزة، ذيك الحزة، إذا تمت هذه المادة خل النواب الإصلاحيين يكونون داخل البرلمان ونشد من أزرهم ويخلصون مواضيع الإصلاح السياسي، وخل الحكومة تروح تجاب الشراقيات في الجزيرة الخضراء. ختاما، كلامنا يجب أن يكون للسلطة بشكل واضح وصريح، أنتم منا وإحنا منكم، ما بيننا وبينكم أي خلاف، ولا بيننا خصومة، ومصلحتنا أصلا ومصلحتكم هي واحدة، لكن لنا عليكم حق إدارة البلد بشكل حصيف تحت ظل الدستور، والسيادة تكون فيه للشعب، ولكم منا واجب ومسؤولية إن إحنا ناس مسؤولين، ما نخرب بلدنا بيدنا ولا نحط أصابعنا في عيننا. الدستور هذا هو عقد عمل، هذا ما هو عقد عمل عفوا، ما يمحي أحد الأطراف، هذا عقد اجتماعي ارتضيناه جميعا، بدو أجدادنا بالتزكية، والتأكيد أتى في مؤتمر جدة، وإحنا نؤكد عليه ونبصم به تمسكنا بالدستور. لذلك مادة الرابعة اللي تقول الحكم من ذرية آل مبارك هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمادة السادسة إن الشعب هو مصدر السلطات، غير هذا فيكون عبث. الله يعطيكم العافية ومشكورين.